اهلا بحضراتكم مره تانية. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، لو جوزك نسي مهمه او مناسبه مهمه بالنسبه لك هتعملي ايه؟ في انتظار طبعا تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا الموجود على السوشيال ميديا، عشان بكل تاكيد هنستعرضها في حلقه النهارده. الشهر ده احتفلنا باليوم العالمي للانترنت الامن. الانترنت اصبح طبعا بكل تاكيد محدش يقدر يستغنى عنه في كل حاجه، لا في شغل بقى ولا في بيت ولا حتى في اي حته بنروحها بنعتمد اعتماد شبه اعتماد كلي على الانترنت. ومع استهلاكنا الدائم والمتكرر لهذا العالم دايما بنقع او بتقع اسئله كتيره جدا واحنا بنستخدمه، ازاي نحافظ على معلوماتنا، ازاي يكون في امان لمعلوماتي الموجوده. كل حاجه بنستخدمها بالمناسبه كمان على السوشيال ميديا او في اي منصه من المنصات الرقميه بنتعامل بباسورد، كلنا عندنا الباسورد ده، ازاي نقدر نحافظ على ان هذا الحساب سواء كان حساب بنكي او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يتم اختراقه، ازاي نامن خصوصياتنا عليه. اسئله كتير هنتعرف عليها دلوقتي مع ضيفنا الاستاذ محمد عزام، عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه للتكنولوجيا لاداره التكنولوجيا اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم يا فندم. يا اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ صباح الخير على حضرتك يا فندم. يعني خلينا الاول نتكلم ازاي الشخص يقدر ان هو يامن الحسابات بتاعته بكلمات مرور فريده. دايما عندنا اول حاجه دلوقتي باسوردز كتيره قوي، زي ما الاستاذ لي قال احنا عندنا باسورد للبنك، عندنا باسورد للفيسبوك، انستغرام، دلوقتي بقى في تيك توك، في حاجات كتيره جدا. ازاي وكل حاجه بتطلب منك سترونج باسورد، يعني كل ابلكيشن من ده بيطلب منك الباسورد بتاعك يبقى قوي شويه. ازاي نبتدي نعمل الباسوردز الفريده من نوعها دي في نفس الوقت ان ما تبقاش سهله ان حد يخترق حساباتنا؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا بتواجه ناس كتيره جدا. اختراق الحسابات عن طريق الباسورد، احنا دايما محتاجين ان احنا نفتكر التوليفه اللي احنا بنعملها من الباسورد او كلمات المرور ونكتبها في حته امنه حقيقه. وهو النهارده الابلكيشن بتسمح لنا بايه؟ كمان بيطلق عليها الدبل اوثنتيكيشن، او الفكره ان انا بتاكد على درجتين من الامان، ان هو مثلا عن طريق الباسورد اول واحده، وبعد كده بيجي لي رساله مثلا على الموبايل بكود مره واحده بستخدمه. والاتجاه كمان ان احنا نصل الى فكره ان الابلكيشن تبقى بتتعرف بالخصائص البيومتريه، الى زي بصمه الوجه، اذا بصمه الاصبع، الى ان التكنولوجيا بتتطور حقيقه. احنا مقبلين على الجيل الثالث من الانترنت، وده هيغير لنا مفاهيم كتيره قوي، هيغير لنا مفاهيم بتاعة الأمان، هيعلي مفاهيم الأمان اللي هو معتمد على تكنولوجيا أكثر تعقيدا اللي هي مطلق عليها تكنولوجيا البلوك تشين، اللي هي قائمة على توزيع المعلومات على كمبيوترز كثيرة جدا. أنا بيبقى معايا كي وفي كي تاني بيبدأ يندهوا بعض ويكلموا بعض. بنتكلم على ما يطلق عليها السمارت كونتراكتس او العقود الذكيه اللي بتشتغل اوتوماتيك، بنتكلم على حاجه اسمها الديسنترلايز اتونومس اورجانيزيشن اللي هي برضو قائمه على فكره ان انا بيبقى عندي مجموعه من القواعد بتتفعل اوتوماتيك. والكريبتو كرنسيز والحاجات العظيمه دي. انا يعني في التكنولوجيا محتاجاك معايا تفهمني بالراحه. يعني قولها لي بالراحه عشان انا بشوش عليا حاجه عشان انا بصراحه يعني بتعرض لمواقف كتيره قوي ليها علاقه باختراق الحسابات، فعايزه اعرف منك براحه ازاي احمي حساباتي. وفهمني من الاول، يعني انا عايزه اعرف. بص ست كل، هو الموضوع بمنتهى البساطه ان انا دايما محتاج ان انا اقوي طريقه الباسورد بتاعتي. بحط فيها ارقام، حروف كابيتال، حروف سمول، بحط فيها الحروف الخاصه زي علامه الاستفهام، علامه الهاش، علامه الات، بحيث ان هي تبقى الكومبينيشن او التركيبه صعبه ان حد يخترقها حتى لو هو عمل اللي بيخترق الحساب ده اصلا بيفكر او بيجاس في الباسورد ده، بيجاس الباسورد ايه فبيكتبه ولا ايه اللي بيحصل؟ عن طريق ابلكيشنز بتعمل الكلام ده. اوكي. هو بيعمل مجموعه من الترايلز على ابلكيشنز معينه، وطبعا هو بيبقوا الهاكرز اصلا في منتهى الذكاء حقيقه، وهم بيبقوا عارفين الثغرات الموجوده في المواقع الالكترونيه وبيعرفوا ازاي يخترقوا هذه المواقع من هذه الثغرات. ان فكره ان احنا نصل الى 100% امن سيبراني دي مستحيل، انما احنا دائما في تطور هذا الموضوع، وان التكنولوجيا بتقابلها تكنولوجيا، وبالتالي احنا لما بنتحرك في اتجاه لزياده فعاليه تامين الحسابات
خصوصا دي مشكله عالميه، احنا بنتكلم على دي مشكله ليست على مستوى الافراد، على مستوى الدول وعلى مستوى الشركات. احنا بنتكلم على خسائر الاختراقات الالكترونيه في العالم حوالي 10.5 تريليون دولار، يعني تقريبا 10% من الناتج القومي العالمي. فهو موضوع مش سهل خالص حقيقه، وهو على راس اهتمامات الدول والحكومات والشركات الكبرى. عظيم. وبيتصرف فيها مبالغ كبيره جدا. اذا مهما كانت قوه الباسورد برضو مش هيبقى عاصي تماما على الاختراق، في برضه 100% مستحيل، لكن في نسبه عاليه، ودي حاجه كويسه. احنا دلوقتي بنتكلم على السترونج باسورد وازاي بيكون صعب وكده، وكنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوا ان انا لو قعدت اكتب الحاجات دي على الموبايل، طب ما هو الموبايل كمان هيتم اختراقه، فبالتالي هيدخل يشوف بقى الفيسبوك، ادي الاكونت بتاعه، فانا كده جمعت له كل حاجه حاططها له في مكان واحد، فانا سهلت عليه. احلى هديه. فانا سهلت عليه. طب انا دلوقتي اتعامل ازاي؟ اكتبها في ورقه مثلا؟ ممكن ابلغ مثلا حلو. ممكن مثلا حد يبلغ مراته مثلا بالباسورد تكتبها هي عاده، طبعا بتاع الحسابات البنكيه، يعني خليك في الحاجات اللي هي العاديه اللي تقدر تتعامل معاها، الحسابات البنكيه دي على جنب. ممكن نبلغها مثلا هي تسجلها هي عندها وانا اسجل حساباتها عندي مثلا. بص، هو لازم نرجع الوسيله تكون مريحه لحضرتك، علشان بالنسبه لي الورقه والقلم دي حطها في ورقه وقلم وحطها في مكان، بحيث ان وفعل خاصيه التاكيد المزدوج، فعل ارفع كل في الحساب بطريقه ان ما حدش يخترقها. انما هو انت بتعلي الامكان او بتصعب الوصول الى الحساب، ان هو ده، انما لا يلغي فكره ان ممكن يتم اختراق. ان احنا بنشوف اختراقات على مستوى الحسابات الموثقه الرسميه، حتى على مستوى حسابات رؤساء دول ورؤساء حكومات ومواقع على في حجم موقع وزاره الدفاع الامريكيه. فاحنا الامور هي في حرب مستمره بين الجانب الجيد من التكنولوجيا والجانب الغير جيد من التكنولوجيا، ودي حرب مستمره الى الابد. علشان كده احنا بنحب نوعي الناس. الوعي هنا مهم قوي، ان اغلب المشاكل بتيجي من ان الناس بتتبرع بالمعلومات بطريقه حقيقه ممكن تبقى عن غير قصد، عن عدم درايه، عن فكره ان بيثق في الناس من غير الشخصيه الافتراضيه اللي قدامه ده، بيفتكرها ان هو شخصيه حقيقيه وموثوق فيها، ويبدا يتبرع بالمعلومات او بيدوس على لينكات قد تؤدي الى مواقع تسبب له مشاكل. فهنا الوعي هنا موضوع من المواضيع المهمه جدا، ويمكن علشان كده تم جعل يوم 9 فبراير هو اليوم العالمي للانترنت الامن والاستخدام الامن والاستخدام الايجابي للانترنت. ان زي ما حضرتك تفضلت، احنا من غير الانترنت احنا بنرجع الى القرن 19 حقيقه، في قرنين من الزمن هيقعوا مننا. فعدم استخدامه يعني شيء مستحيل حقيقه في هذا العصر، ان هو بيضيف لكل حاجه، والتكنولوجيا جانبها الايجابي اكبر بكتير جدا من جانبها صحيح. السلبي. ودي طول عمرها كده حقيقه، وهي السبب الرئيسي لتطور اي مجتمع واي دوله واي فرد. من غير التكنولوجيا تبقى في مشكله كبيره جدا. طيب احنا مع ان لسه الابلكيشنز دي عامله او بتعمل اللي عليها ان هي تحمي حسابات المستخدمين من انك تدخل اكتر من طريقه للتعرف عليك غير الفيس ريكوجنيشن والحاجات دي كلها، كمان في رقم التليفون والايميل، الا ان ناس لسه بتعرف تخترق الحسابات دي وبتاخد رقم التليفون بيوصل لها عليه الاكواد. ده بيحصل ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ رقم التليفون ده بتاعي انا، ازاي بيوصل له هو الكود؟ بيتلاعب بالمنظومه كلها، وبيعمل نوع من انواع المحاكاه للمنظومه الحقيقيه بتاعتك. وبالتالي هي كل المعلومات بتجيله. واحنا شفنا مثلا كان في حادثه شهيره في تويتر من اسابيع قليله، بنتكلم على 50 مليون حساب تم اختراقهم، واحنا بنتكلم على شركه ثمنها 44 مليار دولار هي المصدر الرئيسي للمعلومات للبشر النهارده. بنتكلم على الواتساب، حصل فيه حوالي 500 مليون بيان شخصي للمستخدمين تم تسريبهم، وتم عرض ارقامهم على المواقع السوداء او ما يطلق عليها الدارك ويب للبيع. فهي التكنولوجيا بتتطور، والهاكرز او الاختراق بيتطور معاه، والتكنولوجيا دايما بتسبق بخطوه وبعدين بيتم اختراقها، وهي مرحله لن تنتهي والعالم كله بيعاني منها.
حقيقه. وبقت الدول عندها النهارده استراتيجيات للردع السبراني، وده مفهوم جديد حقيقه ما كانش موجود من 10 15 سنه. فالامر ليس بهذه السهوله. على مستوى الحسابات الفرديه ممكن الواحد يتاذي منها، فما بال حضرتك بقى على مستوى الحسابات الرسميه وال... يعني كان في حادثه شهيره جدا برضو على تويتر، ان في شاب عنده 16 سنه اخترق حوالي 150 حساب موثق، منهم حساب الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما، وبدا يطلب من الناس فلوس عن طريق العملات المشفره. ولما الاف بي اي والمباحث الفدراليه قبضوا عليه لقوا ان هو شاب صغير جدا، وبيسالوه انت عملت كده؟ قال لهم انا كنت بتسلى. فهي الموضوع في صراع مستمر لن ينتهي. ما دام عندنا الاستخدام الجاد هيبقى عندنا الاستخدام الضار والسيء، وهو العيب مش في التكنولوجيا، العيب في استخدامات البشر في هذا الموضوع حقيقه. فما نقدرش نلوم التكنولوجيا ولا نقدر نقول للناس نخوفهم من ان احنا مستخدمين التكنولوجيا، ان البديل هو الانتماء الى القرون الوسطى حقيقه. طب احنا اتكلمنا في انه لو الحسابات تم اختراقها على مستوى الافراد العاديين اللي زينا، حساباتهم على السوشيال ميديا كلنا بنحط صور على السوشيال ميديا، ودي الهاكرز مش محتاج ان هو يخترق الحساب ده، انا الصور موجوده قدامه، هل في اي طريقه ان انا اقدر احمي هذه الصور من انه يتم استخدامها بشكل خاطئ؟ هل في يعني هل ده مثلا مبرر للناس اللي بتعمل كلوزد بروفايل مثلا على الفيسبوك، فبالتالي يكون في محدوديه التواصل على من خلال الاكونت بتاعهم؟ دي مشكله كبيره جدا ودي يمكن بتواجه كمان الناس المشاهير، وبتواجه الناس اللي شغالين في العمل العام، وحتى الافراد العاديين. حقيقة الأمر إحدى الوسائل طبعا أن أنا أقفل البروفايل بتاعي أو الملف الشخصي بتاعي، إنما هنا بيجي بقى دور التشريع. دور التشريع في حالة الاستخدام السيء لمحتوى على الإنترنت، القانون هنا بيجرمه والعقوبات بقت مغلظة جدا. وإحنا في مصر عندنا قانون لحماية البيانات الشخصية، وعندنا قانون للجرائم الإلكترونية، ومصر من الدول اللي قطعت شوط في هذا الموضوع. فهي هو العمل هو هنا رد الفعل الطبيعي هيكون رد الفعل القانوني طبقا لحجم الضرر. طب ليه الفيسبوك ما يطبقش حقوق النشر زي ما بيعملها مثلا على الفيديوهات؟ يعني انا لو قمت بنشر فيديو خاص بحضرتك مثلا وحضرتك بعت لاداره الفيسبوك، هيقفلوا الفيديو من عندي، هيمسحوا الفيديو من عندي وهيبعت لي تحذير، مظبوط؟ هل ممكن يتعمل الكلام ده على الصور؟ هو ده بيحصل لما بنتحل شخصيه، لما البروفايل بتاع حضرتك باخد صورتك وبعمل اكونت تاني باسم حضرتك وحضرتك بتعمل عليه ريبورت، طبعا بيتم الاخذ في الاعتبار هذه الامور وبيتقفل الاكونت، ودي بتحصل يعني مئات الالاف من المرات يوميا حقيقه برضه. فهي هي الموضوع ديناميكي جدا، ان هي كلها استخدامات مستحدثه الناس ما كانتش تعرفها. وبالتالي انت حضرتك طول ما انت ماشي بتعالج الثغرات، طول ما انت ماشي المنصات عندها قواعدها وعندها استثماراتها الضخمه جدا في الامن السيبراني، ان هو في الاخر هو ده راس مالها الحقيقي، ان هي الحفاظ على امن المعلومات الخاص بمستخدميها. واحنا بنتكلم يعني الفيسبوك بنتكلم على 3 مليار مستخدم، وتويتر بنتكلم على قرب المليار مستخدم، فاحنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا، والمستخدمين دول هم المصدر الرئيسي للدخل والريفينيو اللي بيجي لهذه الشركات اللي هي بمليارات الدولارات في السنه. فهو لو ما حافظش على هذه المعلومات، وما حافظش على سريه البيانات، وما حافظش على وجود نوع من انواع الحمايه الكامله لمستخدميه، هو بيتعرض لاذى وضرر كبير جدا، من ان بتنخفض ايراداته، قد تصل ان بيحصل انهيار لاسعاره في البورصه. فهو هي الموضوع بس انا ما اظنش انه الابلكيشنز دي بتحمي بياناتنا ابدا، بالعكس هي معموله عشان تاخد بياناتنا وتستخدمها في اغراض احنا ممكن ما نكونش عارفينها دلوقتي. حضرتك يمكن كنت اتكلمت على اختراق 150 حساب عن طريق ولد عنده 16 سنه ودعا على الابلكيشن تويتر، وطلب من الناس اللي هو كلمهم عملات رقميه. العملات الرقميه دي كمان دلوقتي بيطلع ليها اعلانات كتيره قوي على بعض المنصات، ازاي المواطنين النهارده يقدروا ياخدوا بالهم من المنصات دي؟ وهل في منصات موثوق فيها ممكن انا اختارها؟ خلينا نفرق بين حاجتين. العمله الرقميه كتكنولوجيا هي دي المستقبل، احنا رايحين العالم كله راح ناحيه العملات الرقميه. بس خليني اقول حاجه بعد اذنك عشان ما يبقاش احنا بنقول حاجه هنا مش كلها، شفنا حاجه زي اف تي اكس نصبايا كبيره جدا، فحسب ايه هي العمله الرقميه؟ في كتير منها بيبقى
نصب يعني. ما انا عاوز اكمل لحضرتك هذه الجزئيه. فهي كتكنولوجيا ان هي احنا ابتدينا بالكوين بتاع زمان وبعد كده البنك نوت لما تم اختراع الطباعه، فهي التطور الطبيعي لوجود العمله هي وجودها في هذه الصيغه الجديده. انما العملات الحاليه هي عملات خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية. والكثير من الدول هي بتجرم الإتجار وتعدين هذه العملات. وحقيقة ما فيش بنوك مركزية حوالين العالم ادت تصاريح أو نوع من أنواع التنظيم أو ريجيليشن لهذه النوعية من العملات. فهي حقيقة لازم برضو نخلي بالنا ان هي بيحصل عليها مضاربة كبيرة جدا هذه العملات. هي حجمها طبعا بنتكلم حجم التعاملات 50 مليار دولار، وبالتالي هي بيحصل عليها مضاربات كبيره جدا. فهو ممكن الناس تروح تستثمر في هذه العملات ب 10 دولار النهارده، بكره الصبح ممكن يبقوا 100 دولار، ممكن يبقوا صفر. فهي فيها خطوره كبيره جدا في التعامل نتيجه ان هي خارج النطاق التنظيمي للبنوك المركزيه. انما الاتجاه في العالم ان البنوك المركزيه تصدر عملاتها بمفهوم العملات المشفرة، فهيبقى في الدولار المشفر، في اليورو المشفر، في الجنيه المشفر، ودي هتبقى خاضعة بقى للبنوك المركزية. إنما العملات الأخرى هي اقتصاد موازي كاملة، بيستخدم أو بيستخدم، إنما في استخداماته الغير قانونية كبيرة جدا، إنه بيستخدم في حاجات خاصة بغسيل الأموال، بدعم الإرهاب، بالتهرب من الضرائب. فهي أمور برضو دائما التكنولوجيا بتفرض علينا موديلات عمل جديده ونماذج عمل جديده. العالم علشان يقدر يبقى قادر ان هو يستوعبها بتاخد وقت، وده مفهوم. وبالتالي احنا عندنا نوعين من العملات، العملات الغير خاضعه للرقابه او تنظيم البنوك المركزيه، دي فيها ريسك كبير جدا، وكل واحد حر ان هو يستخدم هذه العملات او ما يستخدمهاش، انما هي فيها ريسك، وبعض الدول بتجرمها كمان التعامل في هذه العملات. انما كتكنولوجيا هي التكنولوجيا القادمه للعملات، والدول ناويه تستخدمها حقيقه. البلوك تشين اللي هي قائمه عليها العملات دي، الدول في اتجاه ان هي تصل بس الى، بس لما يبقى في زي جنيه مثلا، الجنيه المصري بالعمله مشفره، ده زي شبه كده الانترنت بانكينج، يعني شبه انا بعمل تعاملات على الانترنت من غير ما استخدم حاجه ملموسه من العمله، لكن العمله موجوده وفي ما يعني يدعم هذه العملة من ذهب أو عملة أجنبية في البنك. إنما العملات التانية دي أنا يعني أنا ما أعرفش، أنا بحس إن هي تبقى في الهواء. هي في الهواء، هي في الهواء فعلا، هي في الآخر ما يطلق، هي بسموها نون تانجبل أسد، حتى غير ملموسة، أصل غير ملموس، ودي التعريف حتى العلمي بتاعها. وبالتالي زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط، هو الجنيه الرقمي او الدولار الرقمي ده زي الجنيه الورقي او الدولار الورقي. هو عمله تابعه لدوله، هذه العمله بتخضع لقواعد وتنظيم البنك المركزي داخل هذه الدوله. فدي عمله في الاخر هي شكل جديد من التعامل، زي ما حضرتك بالظبط المثال حضرتك اديتيه هو مثال صحيح 100%. انما الناحيه الثانيه في العملات الغير تحت الغير خاضعه للتنظيم، مش عارف اروح اشتري قهوه بيها حتى. هو اصبح في ايكو سيستم حقيقه للموضوع. ان برضه هي دي من نماذج العمل اللي تم استحداثها نتيجه الانترنت وتطوره. هو في اصبح في النهارده اماكن تقدري تستخدمي هذه العمله فيها، او ان انت تستبدليها بعملات موجوده، انما ده برضه خارج التنظيم وخارج النظام المصرفي الدولي او المحلي. وبالتالي هي الخطوره دايما في هذه النوعيه من العملات اللي هي خارج التنظيم ان ملهاش قاعده، وبالتالي هي خسائرها كبيره جدا. واحنا شفنا في اواخر 2022 واوائل 2023 حجم الخسائر بمليارات الدولارات للناس اللي استثمرت في هذا الموضوع. فهو في ريسك موجود طبعا في هذا الاتجاه، انما هو نموذج عمل جديد. ولدرجه ان بعض البنوك المركزيه بدات تفكر في نتيجة الانتشار في وضع هذه العملات تحت التنظيم. وبالتالي لما تبقى تحت التنظيم ورقابة وإدارة البنوك المركزية، خلاص هي بقت عملة من العملات الجديدة اللي موجودة، اللي بيقابلها أصل ويقابلها قيمة معينة. طيب أخيرا وسريعا، حضرتك تنصح الناس بإيه؟ لأن بعض الناس يجي يقولوا مثلا لو حصل وتم اختراق حساباتنا على السوشيال ميديا ففيها إيه؟ يعني أنا قاعد بكلم أختي وبكلم والدتي، يعني ما فيهاش، هو متخيل ان ما فيهاش البيانات اللي ممكن الهاكرز او القراصنه يعتمدوا عليها في ان هم يسيئوا استخدام هذه البيانات، تنصحهم بايه؟ انصحهم ان هم يكونوا اكثر وعيا حقيقه لنوعيه البيانات اللي بتتحط.
محدش ينشر معلومات شخصيه، محدش ينشر حاجات ممكن يتم استخدامها استخدام سيء فيما هو قادر. الوعي، فالوعي فالوعي حقيقه هو الاساس للاستخدام الامن والاستخدام الجيد للانترنت، هي ده قاعده الهرم في هذه الامور حقيقه. يعني يمكن كمان شاذلي كان بيقول قبل الفقره على طول انه في ناس يمكن بتتبرع بالمعلومات بتاعتها لما حد يسالها على معلومات البنك بتاعتها، الباسوردز او الكود اللي بيجي لك عشان اخترق بيه حسابك. خلي بالك كويس قوي من انت بتبعت ايه، والمسجات اللي بتجي لك على موبايلك من الابلكيشنز دي بتحذرك من حاجه، فبلاش انك تتبرع بمعلوماتك زي ما يمكن دكتور كمان محمد عزام كان بيقول. كل الشكر ليك على وجودك معنا الأستاذ محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للتكنولوجيا لإدارة التكنولوجيا. شكرا. شكرا يا فندم، كل الشرف ليا. شكرا جزيلا.